مرحبا مشاهدينا، نبدأ معكم اليوم حلقة جديدة من برنامج جريدة ونت من على شاشة العراقية الرياضية. اليوم الحلقة فيها الكثير من الأخبار في الصحف المحلية وأخبار السوشيال ميديا وأيضا المحطة العالمية وكل الأخبار هناك، كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ حلقة اليوم بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح. والبداية في كل مرة لصحيفة الصباح. في النسخة الأولى من الصباح فيها القرعة المعادة تضع جرمان بمواجهة ريال مدريد. وهنا أيضا قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت هذه النسخة الأولى من الصباح، إلى النسخة الثانية منها. منتخب اليد يعسكر في إيران تحضيرا لنهائيات آسيا، واختبار صعب لصالات الشرطة أمام نفط البصرة. اليوم كربلاء يضيف الشرقات وبابل يواجه الجنسية. وهنا أخيرا صلى الذقار يحرز لقب الجمهورية للأشبال. أيضا في الصباح والنسخة الثالثة، بيتروفيتش يبحث عن محترفين جدد لتعزيز صفوف المنتخب. طيبة فهم بطولة الملاكمة خطوة جيدة للنهوض بالرياضة النسوية. أحمد صبري يبدأ مشواره مع الجنسية. وأخيرا وميض منير أدعم تواجد أوديشو لقيادة الأسود. مستمرين بقراءة العناوين مشاهدينا، ننتقل الآن إلى الصباح في النسخة الأخيرة منها، وهذه المرة العناوين عالمية. نبدأها ببايرن. بايرن يتطلع للابتعاد في صدارة البوندسليغا، والسيتي يأمل بتجنب السقوط مجددا في فخ ليدز. وهنا دورانت يقود نتس إلى تخطي بيستونز. مستمرين ننتقل الآن إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة المدى مشاهدينا. في المدى جاء مجموعة من العناوين، نبدأها بكأس العرب. كأس العرب قمة فنية بمهارات أفريقية وحصادها كشف تكاسل الآسيوية. تحدي البنات صلويا يحسن تصنيفهن عالميا. برشلونة وبوكا جونيورز يكرمان مارادونا. الكوت وكربلاء يفتتحان الدور التاسع بكرة اليد. إلى صحيفة الزمان الآن مشاهدينا، وأيضا قراءة العناوين فيها. مرسيدس تحتج رسميا على نتيجة سباق أبو ظبي. ريال مدريد يهزم أتلتيكو في الديربي ويبتعد بالصدارة. ديكار تنتزع لقب الجمهورية للناشئين، والشرطة تفوز على غاز الشمال. انتخاب أسطورة الكرة الأفريقية رئيسا لاتحاد كرة القدم في الكاميرون. انطلاقة بطولة كأس العراق لدول غرب آسيا في السليمانية. وهنا أخيرا الأمانة تواصل انتفاضتها، والزوراء تخسر بالممتاز. إلى صحيفة الدستور وأيضا في ملحقها الرياضي مجموعة من العناوين مشاهدينا، نقرأها سوية. الشرطة يتربع على قمة دورينا. النجف يتخطى سامراء بنجاح. اتحاد الكرة مطالب بإبعاد المشاغبين. وأحمد كاظم ينقصنا الهداف. النفط ونفط البصرة حبايب. طالب استعدنا نقاط نوروز. أمانة بغداد بفوز على نوروز. صلاح فزنا بجدارة. وقاسم كنا الأقرب للفوز. وهنا إشادة عربية ببطولة المبارزة. الزوراء يعود من زاخو منتصرا، وعودة قدمنا مباراة جميلة. كانت هذه النسخة الأولى من الدستور، وإلى النسخة الثانية منها. الشرطة يتفوق والزوراء يخطف النقاط، والصقور يتألقون، والعندليب ينتشي
يستثني الأنيق ببرج صعدة، وأيضا بطولات الفئات العمرية ومنهجية التطوير. وهنا اتحاد المصارعة يعتذر رسميا من درجال والطب الرياضي. اتحاد غرب آسيا ينظم بطولة تنشيطية بالمبارزة. وهنا أيضا مجموعة من العناوين السريعة معكم. مصارعة أمانة بغداد يتوج بطل الأندية، وطائرة جامعة البصرة يتوج ببطولة الجامعات، وزيدان إقبال يجدد حرصه على تمثيل منتخبنا، وهنا شنيشل تماسك الصقور قادنا للفوز، حسن أحمد ظلمنا الحكم، وطائرة الشرطة يفوز على الصناعة ببطولة الناشئين، وأخيرا الطب الرياضي يقيم محاضرة عن الأنظمة الغذائية للتنحيف. كانت هذه النسخة الثانية من الدستور. نترك الدستور تماما، ننتقل إلى صحيفة إن سبورت. بسبب أحداث الشغب في ملعب فرانسو حريري، حرمان الجمهور وغرامات مالية، عقوبة فريقي أربيل والشرطة أيضا. لن نهتف لصدام، جمهور زاخو يكشف تفاصيل ما جرى في موقعة الزوراء. وهنا أحمد الموسوي، اتخاذنا إجراءات بشأن توترات الجمهور وانتشار القوات الأمنية في ملعب النجف طبيعية. غرام رعد رباعة تحقق ما عجز عنه الأصحاء. أيضا خلاف شخصي مع درجال وراء إقصائي، كاميرات عشتار كانت تركض وتصور نشاطات درجال بلا مقابل. مستمرين مشاهدينا أيضا إن سبورت في نسختها الثانية. لأول مرة في تاريخ المصارعة العراقية، أبطال العالم بالمصارعة يحطون رحالهم في العراق. العدل يتوج ببطولة أندية العراق الأولى للملاكمة النسوية. إزدال الستار على نهائيات البطولة العربية بالمبارزة في السليمانية بتتويج الكويت. إدارة الزوراء، جمهور زاخو لن يتعرض لنا ولم نسمع أي هتافات استفزازية. وهنا أيضا عبد الغني شهد يحمل بيتروفيتش النتائج السلبية ويدعو لإدخال تقنية الفار في الدوري. وأخيرا انتخابات النادي البحري العراق، علاء صابر رئيسا له. نترك إن سبورت، ننتقل إلى صحيفة الحقيقة مشاهدينا. أمانة بغداد والجيش يتربعان على عرش المصارعة الحرة والرومانية للشباب. ارتفاع الأصوات المطالبة برفع الحظر عن الملاعب العراقية. القيثار يواصل العزف والنوارس تحلق في زاخو. بغداد يحتفل مع نوروز، والنجف يرتقي الملوية، وأهل النفط حبايب. وأخيرا محمد عماد بيتروفيتش لم يستبعد أي لاعب. مستمرين أيضا بقراءة العناوين، نكمل معكم هذه المرة العناوين عالمية. اتحاد السلة يعيد ديربي النصر والهلال للصالة الخضراء. برشلونة يواصل ترنحه بالتعادل مع أوساسونا. وهنا أيضا وفاة مانولو سانتانا أسطورة التنس في إسبانيا. وهنا أخيرا إنتر ميلان ينتزع الصدارة باكتساح كالياري. آخر ما لدينا من الصحف والعناوين مشاهدينا هي صباح الجديد، لنقرأ ما فيها. الجولة 13 لممتاز الكرة تفتتح الخميس بإقامة 4 مباريات. أمانة بغداد والجيش أولا بالمصارعة. ذي قار تحرز لقب الجمهورية لسلة الناشئين. وهنا اللجنة الأولمبية تكرم منتخب العراق النسوي لكرة السلة المصغرة. الكويت يخطف الأضواء في نهائيات البطولة العربية بالمبارزة، وعلاء صابر رئيسا لنادي البحري. وأخيرا هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة تناقش صناعة البطل الأولمبي. نختم معكم قراءة العناوين، لكن نبقى مع الصحف المحلية في جزء المقالات بعد الفاصل مشاهدينا. نعم مشاهدينا، ننتقل الآن إلى المقالات مباشرة، وأول المقالات معي لصحيفة الصباح. هذا المقال
بعنوان في ذمة التاريخ لكاتبه الصحفي الرياضي خالد جاسم. في ذمة التاريخ هذا العنوان وتفاصيل المقال مع إسراء. حتى زمنا قريبا جدا كان شهر كانون الأول في كل سنة ليس شهرا مزدحما باحتفالات الأعياد وكرنفالات الفرح وتحضير طقوس البهجة إذانا بوضع لمسات الختام على عام مضى بكل ما كانت ذاكرته مزدحمة بفيض من الذكريات والمواقف والأحداث السعيدة منها والتعيسة، وليس مجرد شهر تتهيأ فيه النفوس والقلوب معا وعلى طريقة كل يحتفل بطريقته الخاصة لاستقبال عام جديد تتقافز فيه الأمنيات والتمنيات وحتى الأحلام، أن يكون عام فرح ومحبة وتحقيق كل ما هو سعيد. بل وكان شهر كانون الأول أو ديسمبر بحسب التسمية اللاتينية هو شهر الاستنفار الحقيقي في الرياضة العراقية، حيث تكرس أيامه في انعقاد مؤتمرات الجمعيات أو الهيئات العمومية للكثير من المؤسسات والجهات الرياضية، ومنها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المركزية والأندية، وهي مؤتمرات لا تكتسي بالضرورة بأثواب انتخابية أو ترتكز على حسابات شخصية أو مصلحية بقدر كونها فرصة ماسية تتمناها الهيئات الإدارية في كل تلك الجهات والمفاصل الرياضية في الالتقاء والتحاور على طاولة الصراحة والتشخيص الموضوعي والتقييم الدقيق والمراجعة الشاملة لكل مفردات العمل ومحطاته وحجم ما أنجز منها على مدار السنة سلبيا كان أم إيجابيا، مع وضع الخلاصات المفيدة التي تسهم في تجاوز ما حدث من إخفاق أو فشل وما برز من سلبيات على مدى عام كامل، بعد أن يتم تشخيص كل تلك الأوجاع وتأشير مسبباتها من قبل لجان متخصصة تكلف بهذه المهمة وتطرح رؤاها ومراجعتها وتوصياتها خلال تلك المؤتمرات، كما تتناول الأمور الإيجابية وتأشير الومضات المشرقة ليس من أجل كيل المديح والإشادة بما تحقق فقط، وإنما سبل تطويرها وتعزيزها مستقبلا. نعم مشاهدينا، نكمل معكم ما تبقى لدينا من المقالات وننتقل إلى المقال الثاني معكم. هذا المقال لصحيفة إنسبورت وبعنوان الإعلام والجمهور كفاكم، لكاتبه الصحفي الرياضي هشام الدلفي. الإعلام والجمهور كفاكم هذا العنوان، والمزيد من التفاصيل بنفس المقال مع إسراء. لكل نجاح هنالك مقومات، وخاصة في الرياضة، ولأننا شعب مهووس بكرة القدم لابد من إدراك شيئين مهمين، الإعلام والجمهور كداعمين. لكن في بلدنا يختلف الأمر عما يجري في جميع بلدان المعمورة، عندنا لهما تأثير سلبي أكثر من الإيجابي على واقع كرتنا. لسنا البرازيل أو فرنسا أو ألمانيا، فنحن في بلد العبث والعشوائيات، وهناك إرادات لا تريد أن يكون لدينا ما موجود في البلدان المجاورة وليس الأوروبية. فمنتخباتنا ومنذ عام 2007 وإلى الآن لم تحقق أي إنجازات، لا على مستوى بطولات الخليج ولا غرب آسيا ولا عربيا. فما يطرحه البعض من على منصات الإعلام إنما هو تشويش لأفكار للأجيال، وربما بسبب ضغط من الجماهير يصور لنا بأننا أفضل منتخب في آسيا، وهذا بعيد عن الحقيقة ويزيد الضغط على المنتخبات الوطنية. برامج إعلامية رياضية تطرح الكثير من المواضيع ليلا نهار، في مجملها تضر الرياضة وليس من باب التقويم بل التشهير، وهذا واضح فضلا عن أقلام ومواقع وهمية تبدأ حملاتها قبل كل انتخابات للاتحاد أو اختيار مدرب أو اعتراض على تشكيلة. فهذه الظاهرة بدأت منذ 15 عاما، وكأنها ممنهجة وتوحي بأن هنالك من يريد أن يبقى الحال على ما هو عليها. منصات التواصل الاجتماعي تهاجم والقنوات كذلك، وعملية تشريح
أو تشريح جسد الرياضة العراقية لا تنتهي، فبعض الإعلاميين والجمهور شريك أساسي بما يحدث من تخبطات في رياضتنا وخاصة كرة القدم. نطرح هذه الأمور لا دفاعا عن الاتحادات السابقة أو المدربين الحاليين أو السابقين وكذلك اللاعبين. شكرا للزميلة إسراء على قراءة المقالات. مشاهدينا ننتقل الآن مباشرة إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المحلية. نبدأها بموقع وين وين. نشر: كشفت مصادر خاصة لموقع وين وين أن الاتحاد العراقي لكرة القدم توصل للقرار النهائي بخصوص مصير الكادر الفني للمنتخب الوطني. قالت المصادر أن الاتحاد سيمنح المونتجيري زيلكو بيتروفيتش الفرصة الأخيرة في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 22 والتي ستجمع منتخب العراق أمام إيران والإمارات. أيضا بنفس أخبار السوشيال ميديا والمواقع، شبكة فيفا سبورت نشرت هذا البوست: راضي شناشل لن أدرب المنتخب الوطني في ظل وجود الاتحاد الحالي وإبعاد المدافع أحمد إبراهيم عن المنتخب خطأ كبير. من شبكة فيفا سبورت إلى الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم، نشر هذا البوست بعدما عقد وزير الشباب الرياضي رياضة عدنان درجال اجتماعا مع رؤساء روابط مشجعي الأندية الجماهيرية بحضور عضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان. قال رئيس الاتحاد أن الجمهور يعد المرتكز الأساسي لنجاح المباريات ويزيد من حلاوتها وشدة التنافس، ومن دون حضور الجمهور لن يكون هناك طعم للمباريات، كما أنه صاحب الفضل على النجاحات السابقة لكرتنا بدعمه المتواصل للاعبين والمنتخبات الوطنية. وأخيرا بيّن أن هناك محاولات لزعزعة النظام في المدرجات، ولكن جمهورنا واعي ومحنك ويعرف كيف يكبح جماح تلك المحاولات ويقضي عليها نهائيا، لأننا نريد ملاعبنا خالية من حالات الشغب. انتهى هنا البوست. ننتقل إلى آخر وهذه المرة لموقع المحترفين. أيضا رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال: عضوية كل من غالب الزاملي ورشا طالب معلقة في اتحاد كرة القدم بسبب ازدواجية المناصب، وفي حال لم يصححا من وضعهما فربما سنلجأ لانتخابات تكميلية أو إيجاد بديلين. أيضا في السوشيال ميديا مشاهدينا، هذه المرة لجنة الانضباط عقدت في الاتحاد العراقي لكرة القدم أيضا اجتماع لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراة أربيل والشرطة ضمن بطولة كأس العراق، وكانت هنالك مجموعة من النقاط. أولها حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه 5 مباريات وبدون جمهور، وثانيا توجيه لفت نظر إلى نادي أربيل بضرورة توفير شروط الأمن والسلامة داخل الملعب، ومعاقبة مشجع نادي الشرطة حيدر نادر الساعدي بالحرمان من دخول الملاعب لمدة 2 موسم وذلك لتحريضه على افتعال المشاجرات. أيضا معاقبة نادي الشرطة بغرامة مالية مقدارها 1 مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعب فرانسو حريري، وأخيرا إيقاف مشرف المباراة كاروان محمد من الإشراف على المباريات لمدة 3 أدوار ابتداء من الدور 13 استنادا للمادة 3 انضباط. أيضا في أخبار السوشيال ميديا هذه المرة موقع صدى الكرة العراقية نشر هذا البوست: محمد عبد الزهرة لن أجدد مع نادي النجف في فترة الانتقالات القادمة بسبب بعض النفر الضال الذي يفرق ابن النجف عن ابن بغداد.
من صدى الكرة العراقية إلى شبكة الكرة العراقية، أيضا نشرت هذا البوست. مدرب فريق الطلبة قحطان شثير: الفوز في مباريات الدوري يكون أحيانا أهم من الأداء. بقائي مع الفريق مرهون بالجلسة التي تعقب انتهاء المرحلة الأولى من إدارة النادي، والفريق يحتاج إلى دعم مادي كبير وتعزيز الصفوف من أجل الاستمرار بذات النتائج. أيضا توفير متطلبات النجاح من قبل إدارة النادي سيجعلنا نقدم الأفضل في المرحلة الثانية. من شبكة الكرة العراقية إلى معرض الكرة العراقية. بعد إقالة طارق جرايا مدرب أربيل، فإن العدد وصل إلى 12 مدرب، أي مدرب في كل جولة. بعد معرض الكرة العراقية ننتقل الآن إلى نادي الزوراء، أيضا نشر هذا البوست مشاهدينا: تدريبات أشبال الزوراء تحضيرا للموسم الكروي الجديد. بعد نادي الزوراء ننتقل الآن إلى بوست آخر لنادي الشرطة. نشر نادي الشرطة: صالات الشرطة تختتم تحضيراتها في البصرة لمواجهة نفطها الثلاثاء. بعد نادي الشرطة ننتقل الآن إلى معرض كرة السلة العراقية، أيضا نشر هذا البوست. مدير منتخب الناشئين أيسر عبد الرزاق في حديث خاص تحدث عن أننا نواجه، يقول أننا نواجه الكثير من الصعوبات بالعمل، أهمها هي عدم توفر قاعات كافية للتدريب بشكل مستمر، واستطعنا من توفير قاعة التربية في زيونة لتكون مكان خاص بتدريبات الفريق. أيضا توفر عدد اللاعبين الجيدين قليل جدا. لدينا خطط كثيرة لكن العمل يسير ببطء، ومنتخب الناشئين سيكون اللبنة الأساسية لإنشاء قاعدة صلوية لكرة السلة العراقية، وخطتنا هي إنشاء منتخب يتمتع بتدريب وإعداد دائم على مدار عام كامل بدون أي توقف. آخر ما لدينا هو إعلان اللجنة البارالمبية، نشر هذا البوست: البصرة بطلا لبطولة العراق بكرة الهدف للمكفوفين، بطولة الراحل مكي محمد، وكانت هذه البطولة بمشاركة 9 لجان فرعية وخمسة أندية رجال وثلاثة فرق نساء، واختتمت على قاعة نادي وسام المجد ببطولة المرحوم مكي محمد ناصر. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز منتخب نادي البصرة الرجال بالمركز الأول، أما المركز الثاني فكان من نصيب نادي الفلوجة، والمركز الثالث لجنة الأنبار. وأسفرت نتائج النساء عن فوز نادي أشنونا بالمركز الأول والمركز الثاني من نصيب لجنة الأنبار، بينما كان المركز الثالث من نصيب لجنة النجف. نختم معكم الآن كل أخبار السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. نذهب الآن لفاصل قصير ونعود إلى الأخبار العالمية. إلى العالمية مباشرة، ونبدأها بموقع كورة أونلاين نشرة: رسميا مواجهة القرعة الجديدة لدور 16 من دوري الأبطال، وأمامكم الصورة مشاهدينا. بعد موقع كورة أونلاين ندخل بالصحف العالمية، وهذه الصحيفة هي صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، وجاء فيها: إنتر ويوفانتوس في مواعيد دوري الأبطال وليفربول الخصم الأصعب. أيضا في الصحف صحيفة ماركا:
ريال مدريد يشكو إلى اليوفا تكرار القرعة بالكامل غير مقبول وغرور آخر. صحيفة داسان: تشيلسي المحظوظ وليل مرة أخرى في دور 16 بدوري أبطال أوروبا الثاني، وفاز مانشستر يونايتد بمواجهة أتلتيكو مدريد بدلا من باريس سان جيرمان. كانت هذه صحيفة داسان. ننتقل الآن إلى صحيفة ليكيب. أيضا ليكيب تتحدث عن المشروع الضخم لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024. آخر ما لدينا في المحطة العالمية هو موقع جول أرابيا، وجاء فيه: تعرض نيكولاس أوتماميندي بالإضافة إلى زوجته وابنه لاعتداء في منزلهم في العاصمة لشبونة بعد مباراة بنفيكا مساء أمس. أربعة مسلحين قاموا بمهاجمة أوتاميندي، كما قاموا بربط حزام حول عنقه حتى نجحوا في سرقة الساعات والأموال ثم فروا هاربين. حالة قوية من الذعر أصابت زوجة اللاعب وابنه الصغير عند رؤيتهما لهذا الأمر، هذا الحديث وفقا لوسائل إعلام برتغالية. مشاهدينا، الآن وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن وداخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.